الرئيس السيسي يستعرض مقترحات استغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة ويوجه بتطوير جميع البحيرات. انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بلبنان وتوافق على أولوية قضية الأمن الغذائي. روسيا تعلن قصف مواقع عسكرية أوكرانية في دونباس وميكولايف، وواشنطن تقول إن موسكو باتت تشكل أكبر تهديد لأوروبا. السادسة مساء من التلفزيون المصري، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير وتطهير بحيرة المنزلة وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالكامل، إضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها. جاء ذلك خلال متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها. وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة من خلال محاور عدة رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة. كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو العمرانية أو الاجتماعية أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.
نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتا الجديدة. واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه والتي تتم وفقا لأحدث الأساليب المتطورة في ذلك المجال. كما تفقد الوفد عددا من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعددا من المرافق بمحطات التحلية والمعالجة للمياه. وأعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة للاطلاع على أحدث أنظمة التشغيل والتحكم بمحطات تحلية ومعالجة المياه بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة. نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكي في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين. تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت، وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية لمصابي العبوات الناسفة والإخلاء الطبي الجوي. واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والذي عكس مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راق يمكنها من تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. وتأتي الدورة في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في العديد من المجالات العسكرية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 412 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 35 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. ضبطت وزارة الداخلية أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، إلى جانب ضبط قرابة 31 طن، وذلك في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط 623 قضية، من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط قضيتين في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبوطات بلغت أكثر من 3 أطنان من الأقماح المحلية. أعلنت الخارجية اللبنانية توافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التشاوري في بيروت على أولوية قضية الأمن الغذائي في المنطقة العربية. تطرق الاجتماع إلى مختلف الأزمات التي تشهدها العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى التطرق إلى انعقاد القمة العربية في الجزائر، كما تم التطرق أيضا إلى الاستمرار في دعم لبنان. أستطيع القول أن النقاشات التي جرت كانت شفافة إلى حد بعيد، وحصل تبادل الآراء بشكل مسؤول وجدي، وقد أدى ذلك إلى مزيد من التقارب حيال عدة مواضيع إقليمية ودولية وطرح مقاربات عملية للقضايا المصارة، حيث جرى التطرق إلى الاستمرار بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومرافق لبنان من اتفاق الطائف مرورا باتفاق الدوحة ووصولا إلى الاتفاق العربي الحالي حول لبنان والذي حملته المبادرة الكويتية. وخلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك تضامنا عربيا مع لبنان ودعمه. موضوع الحرب الأوكرانية وتأثيرها المدمر على كثير من الدول
العربية، سواء في مسألة الغذاء أو مسألة الطاقة. الموضوع الصومالي، الصومال يقترب من مجاعة مخيفة نتيجة لقحط وقلة الأمطار، يتعرض احتمال أن يتعرض ملايين من أهل الصومال للخطر. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أهمية تمسك لبنان بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. شدد عون على أن اللبنانيين سيستبشرون خيرا دائما بعودة العرب إلى لبنان، وقد جاء ذلك خلال استقباله المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، مضيفا أن التعاون والتضامن بين الدول العربية مهم في ظل ما تشهده الدول من أزمات وضغوط وتحولات، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة الاهتمامات إلى جانب معاناة بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب. قال رئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنه لا حقيبة مقصورة بطائفة، وأضاف أنه بهذا الظرف الذي تمر به البلاد لن يفتح إشكالا فيما خص وزارة المالية. جاء ذلك خلال زيارة ميقاتي للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ولفت ميقاتي إلى أنه لا مانع لديه بإجراء أي تعديل على التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون، الذي عليه أن يختار ما يريد وعليه يتم تغيير التشكيلة. وأكد أنه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر سيكون لديهم رئيس جديد وحكومة جديدة. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين في قضاء طلعفر بمحافظة نينوى. وقال المصدر الأمني إن جنديا قتل وأصيب اثنان، أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية، نتيجة انفجار العبوة الناسفة. وأشار إلى أن العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء طلعفر في محافظة نينوى. دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ قوات الحوثي لتقديم تنازلات بشأن المقترح الأممي الخاص بفتح المنافذ في محافظة تعز. ذكر المبعوث الأمريكي أن هدنة الأمم المتحدة في اليمن تنص في بنودها على ضرورة فتح الطرق والمنافذ من وإلى مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، وشدد على ضرورة إيجاد طريقة من جانب قوات الحوثي حول اقتراح الأمم المتحدة بشأن تعز لتتمكن من المضي قدما في القضايا الأخرى ذات الأهمية الأكبر بالنسبة لليمنيين. قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودين إن إجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد، والتي سيعبر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية، ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل. كما شددت بودين على ضرورة تضافر الجهود لتأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله، والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها. وأضافت رئيسة الحكومة التونسية أن الوضع الحالي في البلاد يتسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقراره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في منطقتي دونباس وميكولايف. وأضافت الدفاع الروسية أنه تم أيضا قصف 3 مواقع التخزين في منطقة زابوريجيا. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الجوية الروسية قصفت قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في مصنع للجرارات في خاركيف شمال شرق أوكرانيا. أوكرانيا
أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن روسيا تواصل تحقيق تقدم ضئيل حول منطقة ليستيشانسك في شرق أوكرانيا. قالت الوزارة إن الضربات الجوية والمدفعية تتواصل في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية من المحتمل أن تواصل إعاقة القوات الروسية في جنوب شرقي المنطقة. وأوضحت الدفاع البريطانية أن روسيا تواصل استخدام صواريخ مضادة للسفن تطلق جوا في دور ثانوي للهجوم البري، ومن المحتمل أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تضاؤل مخزون الأسلحة الحديثة الأكثر دقة. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية زيارة إلى مركز قيادة عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك لفحص وتفقد الجنود والضباط والاطلاع على سير العملية العسكرية. وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن غراسيموف استمع إلى القادة بشأن العملية العسكرية الخاصة وكذلك إلى قادة المحاور في مختلف المناطق والمحاور. وأكد غراسيموف أن الجيش الروسي يهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، نفيا استهداف روسيا للبنية التحتية المدنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 227 طائرة و 1430 طائرة مسيرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. أضافت الدفاع الروسية أن قواتها قد دمرت 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة، إلى جانب قصف 3 مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا. كانت الدفاع الروسية قد أعلنت تدمير طائرات هجومية روسية من طراز سو-25، مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في عدة مناطق، فضلا عن قصف قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في مصنع للجرارات في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا. جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التأكيد على أن روسيا باتت الآن تشكل أكبر تهديد لأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وخلال مراسم تسليم قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وقوات الناتو إلى الجنرال كريستوفر كافولي، شدد أوستن على ضرورة مواجهة روسيا من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بحسب تصريحاته. تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديم حزم جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. أحدث هذه المساعدات أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية، وتشمل أنظمة صواريخ ورادارات وطلقات للمدفعية. في أحدث شحنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 2 من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض جو و4 رادارات إضافية مضادة للمدفعية، وما يصل إلى 150,000 طلقة مدفعية. يأتي إعلان البنتاغون بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي في مدريد، والتي تركزت على بحث الأزمة الأوكرانية. وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضاً ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة هاي مارس. وتهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية، بينما تواجه قصفاً مكثفاً بالمدفعية الروسية الثقيلة، حيث تأتي الحملة الروسية المتصاعدة المتمثلة في هجمات بالصواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية في الوقت الذي حققت فيه قواتها مكاسب على الأرض في الشرق. وبعد أحدث صفقات الأسلحة لكييف، تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن شكره للولايات المتحدة على حزمة الدعم الجديدة المقدمة لبلاده، والتي تتضمن أحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدما. قال زيلنسكي إن حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة ستعزز الدفاعات الجوية لأوكرانيا بشكل كبير. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا لن يتزعزع، وأن بلاده ستواصل الوقوف مع أوكرانيا. وفي بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، قال بلينكن إن الشعب الأوكراني يواصل القتال من أجل بلده، وتواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبه، مؤكدا التزام واشنطن باستقلال وأمن وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لما اعتبره تهديد غير مبرر من جانب روسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا، ردا على قرار الأخيرة بطرد 70 من موظفي السفارة الروسية بداعي انتهاكهم بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. في بيان صحفي أكد الاتحاد الأوروبي دعمه وتضامنه مع بلغاريا في هذه الظروف، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة التي وصفها بغير المتناسبة من جانب روسيا لن تؤدي إلا إلى زيادة عزلها دوليا بحسب البيان. بحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي ورئيس المجلس الإقليمي للمنطقة منطقة إيلدو فرانس الفرنسية الاحتياجات الإنسانية وخطط إعادة إعمار المناطق الأوكرانية وتعزيز الاتصالات بين الشركات في البلدين. وقال مكتب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن الهدف من زيارة المسؤول الفرنسي هو إقامة شراكات مع منطقتي كييف وتشيرنييف من أجل تنفيذ برامج إعادة الإعمار. أعلنت شركة غاز بروم الروسية مواصلة نقل 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا من خلال محطة سودغا عبر الأراضي الأوكرانية. أعلنت هيئة تشغيل نقل الغاز في أوكرانيا أنها ستغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سخرانوفكا، وذلك اعتبارا من 11 مايو الماضي بسبب قوة قاهرة، حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوهانسك، إلى أن شركة الغاز الروسية القابضة لم ترى أي قوة تمنعهم من ضخ الغاز عن طريق المحطة. سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو بلغ 8.6% على أساس سنوي. كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستيت الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. التضخم كابوس أصبح يلاحق منطقة اليورو في الآونة الأخيرة، حتى وصلت نسبته إلى 8.6% في يونيو مدفوعا بزيادة قوية في تكاليف الطاقة تغذيها جزئيا الأزمة الأوكرانية. مكتب الإحصاء الأوروبي أكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت، وبات التضخم بذلك عند أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 41.9% وأسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 8.9%، وكلاهما أكثر من الزيادات المسجلة في الشهر السابق، بينما ظلت الزيادات في أسعار السلع مثل الملابس والأجهزة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والكتب ثابتة إلى حد ما عند 4.3%، وكذلك أسعار الخدمات بنسبة 3.4%. أما التضخم الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة وينظر إليه على أنه مؤشر جيد لضغوط الأسعار الأساسية، فقد تراجع قليلا إلى 3.7% في يونيو مقابل 3.8% في مايو الماضي. ومن بين الدول الأعضاء
لا تزال دول البلطيق الأكثر تضرراً، حيث بلغ التضخم 22% في إستونيا و 20.5% في ليتوانيا و 19% في لاتفيا، بينما سجلت أدنى معدلات التضخم في مالطا بواقع 6.1% وفرنسا 6.5%. كان البنك المركزي الأوروبي قد لمح برفع معدلات الفائدة هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس، لكن بعد بيانات نسبة التضخم يرجح الخبراء أن يقوم المركزي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. أكد اتحاد مبيعات التجزئة البريطاني ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في المتاجر البريطانية بنسبة 3.1% خلال يونيو الماضي مقارنة بالمستوى المسجل في يونيو 2021، وارتفعت كذلك بنسبة 2.8% مقارنة بالمستويات السعرية المسجلة في مايو الماضي. وأشار اتحاد مبيعات التجزئة البريطاني أن الغلاء الذي تشهده المتاجر البريطانية كان في يونيو الماضي هو الأعلى منذ سبتمبر 2008، أي منذ 14 عاما. وأشار الاتحاد إلى أن نسبة ارتفاع التضخم وصلت إلى 5.6% مقابل ارتفاع نسبته 4.3% خلال مايو السابق. وفي ظل استمرار الأزمة الأوكرانية، يواصل الاتحاد الأوروبي التمسك بمواقفه فيما يتعلق بالاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية. الموقف الأوروبي انعكس من خلال تعهد المفوضية الأوروبية بصياغة خطط طوارئ بهدف إنقاذ أوروبا بمصادر بديلة للطاقة قبل حلول فصل الشتاء. يبدو أن طول أمد العمليات العسكرية في روسيا وعناد الدب القطبي سيؤدي في المستقبل القريب لتحركات سريعة لإنقاذ أوروبا من موجة شتاء قد تكون هي الأعنف في تاريخها الحديث، فقد تعهدت المفوضية الأوروبية بصياغة خطة طوارئ الشهر الجاري لمساعدة الدول الأعضاء في الاستغناء عن الطاقة الروسية. أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية قالت إن هذه المبادرة ستبنى على تحركات الاتحاد للتخلص من الفحم والنفط والغاز الطبيعي الروسي، وستكمل التوجه العام على مستوى الكتلة الأوروبية لتسريع تطوير الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وبرغم تلك التصريحات، إلا أنه من الواضح أن أوروبا لم تلملم بعد شتاتها وما زالت تتخبط في الطريقة المثلى لتنفيذ الخطة، حيث تابعت فوندرلاين بأنهم يحتاجون خطة جيدة ومشتركة على نحو تتدفق معه الطاقة، مشيرة إلى أن الخطة سيتم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة التشيكية للتخلص من الطاقة الروسية، مقترحة حزمة بنحو 300 مليار يورو. الخطة التي تحمل اسم ريباور إيو أعلنت في مايو الماضي، إلا أن ملامحها ما زالت غامضة في وقت تصرخ فيه تشيك عبر رئيس وزرائها بيتر فيالا الذي قال إن أسعار الطاقة تخنق اقتصادهم، وهو الاختبار الأكبر للقارة البيضاء في الفترة المقبلة. نشرة السادسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. هونغ كونغ تعلن فقدان طاقم سفينة جراء العاصفة الاستوائية تشابا، وعملية البحث والإنقاذ مستمرة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانزي عزمهما على إعادة بناء الثقة بين بلديهما بعدما تدهورت بشكل خطير إثر فسخ أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية. ويذكر أن العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها منذ إلغاء كانبيرا عقدا ضخما بقيمة 56 مليار يورو لشراء 12 غواصة فرنسية مقابل شراء غواصات تعمل بالدفع النووي في إطار الإعلان عن اتفاق أوكوس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا. واتهم ماكرون حينها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالخداع، وتم استدعاء السفيرين الفرنسيين في كانبيرا وواشنطن إلى باريس في إجراء غير مسبوق. Et ce déplacement après notre échange téléphonique il y a quelques semaines. أشادت الولايات المتحدة بإسهامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية القيمة في تحقيق الأمن والازدهار لدول وشعوب العالم. ذكرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجدد التزامها بهذه المعاهدة المهمة بمناسبة الذكرى 54 على فتح باب التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في لندن وموسكو وواشنطن العاصمة.
أعلن صندوق الأمم المتحدة لسلامة الطرق جمع 15 مليون دولار من التبرعات لتحسين سلامة الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين عامي 2022 و2025. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق جون تود إنه يمكن بل يجب إنفاق أموال إضافية على حلول السلام على الطرق لوضع حد للخسائر غير المعقولة في الأرواح التي تحدث كل يوم. قالت السلطات في هونغ كونغ إن طاقم سفينة يضم أكثر من 20 فردا فقد بعد أن شطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا. أعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة قائلة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة. ذكرت خدمة الطيران أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ. تسبب أول إعصار في الصين لهذا العام في هبوب عواصف وسقوط أمطار على سواحل البلاد الجنوبية، في حين حذر مسؤولون في الأرصاد الجوية من سقوط أمطار بكميات قياسية ووجود احتمال كبير لحدوث كوارث. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار تشابا يتحرك جهة الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومتر في الساعة، لافتا إلى أنه من المرجح أن يتسبب تشابا في سقوط أمطار غزيرة ويمكن أن يتجاوز الرقم القياسي للأمطار التراكمية. أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الطيني بموقع بناء للسكك الحديدية بولاية مانيبور إلى 26 قتيلا. ذكرت سلطات الإنقاذ الهندية أن 21 من الضحايا الذين تم انتشال جثمينهم ينتمون لقوات الجيش التي كانت تعمل على تأمين المسؤولين بموقع البناء، مضيفة أن أعمال الإنقاذ قد تستمر ليومين رغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين بين 37 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين. تواصل وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال الشهر عن ضبط عدد من القضايا في مجالات التموين والمرور والكهرباء والمصنفات والأموال العامة والضرائب والرسوم. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 48406 قضية تموينية متنوعة، من بينها 119 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5156 اسطوانة، وضبط 76 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,583,841 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 219 قضية بيع سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 88 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 54 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 24.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 11,124 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت قرابة 1,174.5
طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 77 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 390 طن سلع استراتيجية، إضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 146 طن. كما تم ضبط 255 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 2110 طن و582 كيلوغرام أقماح. كما تم ضبط 18623 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 183.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 770,930 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 17,155 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 810 سائق منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1948 من سائقي حافلة المدارس، وتبين إيجابية 12 حالة. كما تم فحص 1718 مركبة وتبين صلاحيتها جميعا. كما تم رفع 1647 سيارة و190 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 54,722 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 7,187 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 8,543 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 15,229 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 17,940 مخالفة ملصقات وضبط 383 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363,503 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 312,251,392 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1181 قضية، من بينها 699 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 482 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 8,228 نسخة من كتب بدون ترخيص وكتب روائية وأدبية وملازم دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 235 قضية بقيمة مالية بلغت 740,768,451 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6,637 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,998,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها
وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24,869,227 جنيها. في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تواصل بعثة حج القرعة تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج. يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير جميع السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج. عادة الروح لمكة المكرمة بعودة زوار البيت المعمور بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، حيث تواصل فنادق حجاج القرعة استقبال الحجاج القادمين من المدينة المنورة، وتتميز تلك الفنادق بقربها من الحرم المكي الشريف، فهي على بعد خطوات منه وتتزين بالأعلام المصرية ليسهل التعرف عليها. يستقبل الضباط الحجاج وتنتهي إجراءات التسكين والتي تتم إلكترونيا في دقائق معدودة، بعدها يتوجه الحجاج إلى غرف الإقامة. سكنونا وإحنا لسه في الأتوبيس، يعني كل واحد عارف حجرته وعارف الدور بتاعه وعارف مكانه فين بالظبط من قبل ما ينزل من الأتوبيس. نقدم كل الشكر والامتنان للبعثة المصرية على المجهود اللي هي جايه بيه معانا، ومش سايبيننا لحظة بلحظة، على مدى اللحظة الواحدة مش الدقيقة، اللحظة الواحدة، وكل طلباتنا وكل مشاكلنا. والله الحمد لله احنا شايفين الخدمات فوق الممتاز، والحمد لله الفندق قريب من الحرم. داخل كل فندق غرفة يتواجد بداخلها أحد ضباط البعثة للإجابة على استفسارات الحجاج وتذليل العقبات أمامهم في إطار حزمة التيسيرات المقدمة لهم تمهيدا لأداء مناسك الحج. والحقيقة يعني مجهود جبار جدا جدا، وبصدق أقسم بالله احنا جايين من الحرم، مجهود جبار جدا بيعملوه عشان يريحوا حجاج مصر. في اهتمام جامد، وبقول طلباتكم ايه، وبصراحة من ساعة احنا ما جينا الفندق واهتمام جامد بينا، حتى الشنطة الايد كان عايزين يشيلوها مننا كده ويوصلونا بها لغاية الأسانسير، ووصلونا بها لغاية الأوضة كمان. ارتياح كبير بين حجاج القرعة لجودة فنادق الإقامة وقربها من المسجد الحرام، وما يقوم به ضباط وأفراد البعثة من جهود ليتمكنوا من تأدية فريضة الحج في سهولة ويسر بالتنسيق مع السلطات السعودية. المقابلة كانت كويسة جدا، الخدمة هنا كويسة جدا، البعثة الطبية ممتازة، يعني موفر لنا كل حاجة بصراحة، ما فيش أي حاجة نقصانة خالص، وكل حاجة متوفرة وتمام التمام. ونشكر السلطات السعودية والمصرية على حسن التنظيم. يحمل الجميع من ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على عاتقه أمانة ومسؤولية خدمة ضيوف الرحمن، أيام قليلة تفصلهم عن الوقوف بعرفة يقضوها في تنظيم وترتيب أمور الحجيج لضمان الراحة لهم في كل مراحل أداء المناسك. هذا هو المسجد الحرام، وتلك هي فنادق حجاج القرعة، ما بينهما مسافة قليلة
يقطعها الحاج لأداء صلواته الخمس في الحرم المكي الشريف. فقد حرصت بعثة حج القرعة على اختيار هذه الفنادق على مقربة من الحرم المكي الشريف للتيسير على الحجاج لأداء صلواتهم الخمس، إضافة إلى ما توفره هذه الفنادق من خدمات معيشية وإقامة للحجاج. فالكل يعمل على راحة وخدمة ضيوف الرحمن. من مكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفيرها خلال موسم حج هذا العام شاشات إرشادية إلكترونية تتوزع على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه. وتتميز الشاشات بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وبعدة لغات مختلفة لتحقيق الفائدة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية على مدار الساعة، وذلك للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى وتوعية حجاج بيت الله الحرام في كافة الجوانب الصحية والأمنية والمعرفية. في ظل اهتمام الدولة المصرية بخلق لغة حوار عالمية لمواجهة التحديات الراهنة واحتضانها للعديد من منصات الحوار الإقليمية والدولية، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن اختيار مصر لتنظيم الدورة 12 من المنتدى الحضري العالمي 2024 يعبر عن ثقة الأمم المتحدة في جهود القيادة السياسية خلال الفترة السابقة. أضاف شعراوي عقب مشاركته في الدورة 11 للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في بولندا أن تنظيم مصر للدورة المقبلة يرسخ لدور القاهرة المحوري على المستويين الإقليمي والدولي. وما زالت الدولة تواصل جهودها للتحضير لمؤتمر المناخ كوب 27 والتحرك على الصعيدين الدولي والمحلي لمكافحة تغير المناخ. وفي ضوء هذه الجهود التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد باللورد البريطاني جولد سميث لبحث عدد من الموضوعات البيئية المختلفة والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر. ويأتي ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث أكدت وزيرة البيئة أنه يجب الاستفادة من نتائج المؤتمرات المتعاقبة للبناء عليها، مشددة على ضرورة العمل خلال مؤتمر المناخ القادم على دفع مسار التقاضي إلى الأمام. ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، نتابعه مع ميرفت الميدي. إليك ميرفت. شكرا ريهام وسحر، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، نجحت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس أرسو للفترة من عام 2022 وحتى عام 2025 في الانتخابات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وصرح رئيس هيئة المواصفات والجودة خالد صوفي أن إعادة انتخاب الهيئة كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس والذي شغلته لعدة فترات سابقة يعكس مكانة مصر الريادية في مجال المواصفات والجودة على مستوى القارة السمراء، مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل التعاون مع جميع الدول الإفريقية في مجال إصدار المواصفات الإفريقية الموحدة.
بحثت مصر ومعهد التمويل الدولي مقترحات التعاون في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الدورة الذي يمكن أن يقوم به المعهد في حشد التمويل الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وخلال لقائها عبر الفيديو كونفرنس مع المديرة التنفيذية بمعهد التمويل الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تواصل الجهود مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين بهدف تعزيز التمويل المبتكر بما يعزز العمل المناخي، داعية معهد التمويل الدولي لمزيد من التعاون في هذا الشأن. رفعت 8 شركات بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 1,700,000,000 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، وقد زاد رأس المال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 6,100,000,000 جنيه منذ بداية العام، وذلك بعد زيادة 26 شركة لرأس مالها بقيمة 1,700,000,000 جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1,700,000,000 جنيه خلال مارس، إضافة إلى 7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال شهر مايو. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب إلى مستوى 1,800 دولار للدولار، حيث يتجه المعدن النفيس نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. وقد سجل محليا الجرام الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها، عيار 21 990 جنيها، عيار 24 1,132 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد سجل 7,920 جنيها. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الإمدادات من ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت 111 دولارا و63 سنتا للبرميل، مرتفعة بذلك بنسبة 2.4%. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 108 دولارات و43 سنتا للبرميل، مرتفعا بنسبة 2.5%. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.39% لتصل إلى 3 دولارات و96 سنتا للتر. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.64% لتسجل 5 دولارات و73 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس بعد غد الاثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد، وستركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات والذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، حيث يشترط الصندوق تنفيذ إصلاحات جذرية متزامنة في الاقتصاد التونسي. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لسحر وريهام، إليكم. شكرا ميرفت. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير 2، يعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع استمرار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. قالت جمعية رسالة أحد أعضاء التحالف الوطني بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية الاجتماعية والتي شملت تجهيز 100 عروس والقيام بأعمال تثقيف المدينة
المنازل والترميم وتوصيل المياه لعدد 80 أسرة، بالإضافة إلى توزيع ملابس وإعانات نقدية وتركيب أجهزة تعويضية، وكذلك تقديم صناديق المواد الغذائية في العديد من قرى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف. وعلى صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة صناع الخير بإطلاق 3 مبادرات للكشف على أمراض العيون في 3 محافظات هي الفيوم وقنا والغربية، حيث تستهدف نحو 1600 مواطن. أما على صعيد التوعية، فقامت مؤسسة راعي مصر بمبادرة الحضانات ضمن مشروع بيت يحميني بقرية بني مزار بمحافظة سوهاج، لتأهيل 100 سيدة للتعامل السليم مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والتغذية الصحيحة. هذا ويستمر التحالف الوطني في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية والتي لم تقتصر على توزيع المواد الغذائية فقط كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية التي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل، ما يسهم في رفع جودة مستوى معيشتهم. وبهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يستعرض مقترحات استغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة ويوجه بتطوير جميع البحيرات. انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بلبنان وتوافق على أولوية قضية الأمن الغذائي. روسيا تعلن قصف مواقع عسكرية أوكرانية في دونباس وميكولايف، وواشنطن تقول إن موسكو باتت تشكل أكبر تهديد لأوروبا. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.